sẽ hả má? مرحبا بكم، توحشتكم برشا. عزيمة الأولاد توني وديجا ساتورن وكم واضحة سالو. انت وحشكم برشا، نو فوالا دو روتور بعد رمضان. خليتوا عليا بلاصة كبيرة كبيرة هيكا، وعدا هاني رجعت باش نكملوا نطيبوا ونصنفوا ونشوفوا برشا حاجات وبرشا ماكلات أخرين حتى كشي لآخر السيزون. دونك مي فوالا دو روتور، وتو شويه اخر نعطيكم شنو باش نطيبوا اليوم مع بعضنا. توحشت برشا الاولاد، اهلا عتروس، سالو طارق، عسلامه زياد، وحمدي عسلامه، ماذا بيا يحطوا قدامك حاجه حمدي معنا المره هذه عاد، وبيان سور هدهود وجميع الكل. شنو باش نقول لكم انا؟ هيا تو تلقاوني شويه اخر نعطيكم بالضبط شنو باش نطيبوا اليوم وشنو الدباره اللي باش نخدموها مع بعضنا. هيا حتى ونجي. اليوم شنو باش نطيبوا؟ باش نعملوا بولونيز، سلاد بروسكيتا. في لي زيبيزود الجايين باش تشوفونا نحضروا دي بانيي نتاع صغار. اليوم باش تخدموا لي غاليت ماروكي، في التونسي نقولوا لهم القرص. وتوا باش نبداو نحضروا البروسكيتا نتاعنا. دونك هوني انا حضرت الباندومي، مش باندومي، بان كومبلي قصيتو هكا، طماطم، بصل، ثوم، رند، قارص، اوريغان، زعتر، زيت دو سيترون، زيت الزيتونة، وهوني عندي معدنوس. هما تلاقين يخدموها يا إما بالمعدنوس وإلا بالحبق. دونك أول ما باش نبداو، باش نبداو نحضرو، نسخنو البوالة متاعنا، غاز يسخن، خليوها تسخن شوية، ونجيو الكعبات الخبز متاعنا اللي مخصوص هكا، ونحطولو زيت الزيتونة كيما هكا باش نحمروه في البوال. نبداو نحطو بالكعبه بالكعبه، وكيف تحطو في البوال باش تقمرو انهي الكعبه اللي تحطت الاولى وانهي الكعبه اللي تحطت الثانيه، هاكم حطوها كيما المنقيله. هكا كملنا الخبز، حاطين له الزيت، ننزلو عليه شويه باش يتحمر. كملوا هذا محمارو ويبشي وليو كروستيون زيدا. ونفا ميلانجي الطماطم اللي مقصوصة كيما هكا دي كوب صغيرين، البصل، المعدنوس كيما قلت لكم اللي عنده حبق ينجم يحط حبق زيدا، الثوم. وفما أسيوس أخرى هنا ساعات نعملها، الثوم نجي سن الثوم ونحك الخبز بعد ما يولي بعد ما نحمره. به لوريغان، القارص، الزست دو سيترون، باش نحطو هنا وريقتين رند هكاك كي باش نخلطوهم مع زيت الزيتونة، سافا سو ماريني ويعطيونا حاجة ياسر ياسر بنينة. دونك نخلطوا هذا الكل هكا، ريحة الزعتر والطماطم حاجة ياسر محلاها هكا، وتفكرنا بقويل الصيف. توا نجيو ناخذوا كعيبات الخبز هذم ونجيو نحطو فوقو يا سيدي. انا هاني كملت البروسكيتا نتاعي فيسع فيسع ليه ليه، وباش نتعدى شويه اخر نحضروا لي زانغريديون تاع البولونيز والبريباراسيون كيف كيف نتاع البولونيز.
باهي توا باش نبداو نحضروا البولونيز. دونك هنا يعني حضرت هوني لي زانغيديون اللي باش نستعملوهم الكل. عندنا لي زيبيس نتاعنا وزدت عليهم فلفل احمر مكوش، كليل، هروس، زعتر والرند. هوني كيف كيف قصيت الكلافس جيدين جيدين، الباذنجان رابيني، الخضره كلها وفات رابينيها، معناها ما قصيناهاش، خذينا الغاب ورابينا الباذنجان، البصل والسفناريه، وحضرنا بالطبيعه اللحم المفروم. هوني عندي طومات بولي، وبالطبيعه باش نطيب بالبات سبيسيال نتاع رندا. انا هوني اخترت لكم البات اللي بالطماطم والابينار. دونك وكيف كيف عنا سنين ثوم وطماطم، هذه السوريز تاو شوفوا كيفاش باش نعملوا بها من بعد في وسط البريباراسيون. نشعل على النار وباش نحطوا الزيت، حطوا اللحم المفروم قبل كل شيء باش يشيح شويه من الماء نتاعو. دونك نخليو اللحم المفروم باش نحطوا له دوبلاش ملح، هكاك الملح يعاونوا باش يتخلص من الماء اللي فيه. على حتى من لونه هكا كيفاش يبدا يتبدل. والاستيوس اللي زدته لكم اللي قلت لكم اللي الملح يعاون اللحم باش يتخلص من الماء اللي فيه. باهي توا نجيو نحطوا الخضره اللي كيما قلت لكم ما قصيناهاش اما رابيناها جيده. السفناريه اللي رافيناها جيده كيف كيف. كوم الصغيرات يحبوا برشا لي بات، واحنا لي بارون نحبوا ديما نحطوا لهم لو ماكسيموم تاع خضره في لي بلان تاعهم. هكا تبدا انت غشيتو حطيتو فيها شبعه سفناريه وشبعه بصل، لوبيرجين، الباذنجان، واخر حاجه نزيدوها للخضره اللي حطيناها هوني. هكا تبدا تذبل هي الخضره في عقلها مع اللحم حتى البصل يزيد يذبل زاد شويه. اخر حاجه باش نزيدوها هي الكلافس، مش معدنوس، كلافس. الكلافس كيف كيف ريحه بنينه. ذبلوا لي زانغريديون الكل، الطومات بولي والا الطومات كونسونتري. انا جو بريفير نخدم هكا بالطومات بولي. هاي سيدي كملت هذا. توا باش نحطوا الفحات. دونك اول حاجه الفلفل، والفلفل هذا ما نغسلوهش. دونك نمسحوه كيما هكا. الكليل كيما هكا، والزعتر، والهروس. اما الهروس مش بيدايه بالطبيعه تصورني. نجيو نحطو هوني الهروس، ورقتين الرند. اي كومون تصور انت معقولنا بلي رند عيب ما يجيش. كملنا هذا الكل، نمرق شويه. البولونيز في ايطاليا يضربوا يحطوها ساعات ساعتين ثلاثه اربعه، هي قد ما تغلي قد ما باهي. بون احنا اذا كان عندك وقت باش تحطها ساعتين ثلاثه هكا، ساعه ساعه تفقدها من الماء وزيد الماء، ما عندكش وقت هكا. تمرق المره الاولى خليها تغلي، تنجم تمرق المره الثانيه كي تعقد هي وتقف على زيتها تحط طسمه المكرونه. الاستيوس اللي هو الطومات سوريز هذه باش نحطوها كيما هي هكاك مغسوله هي بالطبيعه، باش نحطوها هكا حطيناها كيما هي، خاطر حتى من العرف نتاعها هذيك كيف كيف يسيب مطعم ياسر ياسر بنين. الثوم باغ كونتخ باش نجيو هكا اي اون با ليكرازي. ونحطوه كيف كيف كيما هو. والاستيوس اللي هي يلزمها تقعد تغلي في عقلها في
قلا قلها. يلزمني بعد ما هذي على قل على قل عملت 20 مينوت فوق النار. دونك نرجعوا احنا من بعد الكويسون تاع البات مش باش يقعد كان شي 8 مينوت. دونك نخليوها هي تغلي شويه لو طون اللي احنا حطينا المنطه المقرونه. الميم تاعنا سي يغلي توا باش نحطوا نصمتوا المقرونه، مقرونه رندا. وكما قلت لكم قبيله ما هي الصوص كلها خضره، هكا زاده مقرونه رندا هذه الكلها طماطم وسبنيخ، طومات اي ايبينار لي غوسور حسيلو الالوان والغوسور حاجات باش يشيخوا عليهم الصغار على الاخر. حسيلو نقصوا المقرونه كيما هكا، نحطوا المقرونه ونخليوها تغلي. نستناوها 8 دقائق ومن بعد نرجعوا نصفيوها ونحطوها في الصوص. باش تجرب الصوص نتاعها. وباش نتعداو نحضروا لي غاليت ماروكان والا القرص بالتونسي. هوني حضرت لي زانغريديون نتاع الغاليت ماروكان اللي باش نحضروها للصغيرات. اللي باش يلزمنا 200 غرام سمول، الدقيق هذاك السميد هذاك الرقيق. على ال 200 غرام سمول باش نحطوا 70 غرام زبده، بانسيت سيل. وكيما قلت لكم باش نعملوها القرصت هذو باش نعملوهم حلوين. 200 غرام هذا حطوهم، البانسيت سيل هكا باش نزيد شويه بالكل سكر، سكر ملحي نتاع رندا كيف كيف. خلطوهم ونحطوا عليهم الزبده، نبثبثوهم كيما نبثبثوا الكسكسي. يلزم السمول يولي مزيت. ويشرب الزبدة مليح مليح هكا كيما هكا، ولي كله مبثبث هكا بالزبدة. ونبداو نلمو والماء ونجي ونلمو هكا بالماء بشوية بشوية حتى لين يولي وعنا عجينة تتلم تولي عجينة. هو دوب تزيدها الماء تتلم فيسع هي. تلموا بالماء وانتم وعيدكم ميزانكم حتى كشلين تتلم العجينة باش نجمو من بعد نحلوها بالقلقال. هكا قريب تتلم، هي تلمت والله ولات عجينة يا سيدي. هكا تلمت العجينة متاعنا، هكا ولات عجينة متماسكة. ونحاولوا باش نحلوها جيدة نتاع 1 سنتيمتر هكاكا. تو ديشي نعاود نستعملو، ردوهم مربعين هكا. دونك نسخنوا المقلب لكدا ونجي ونهزو لي غاليت نتاعنا ونحطوهم هكا باش يحمروا. من بعد باش نحضر معاهم انا كولي نتاع فريز ونحطوهم للصغيرات ياكلوهم في الكوتي مع الفريز. دونك لو طون اللي هذا مخذي وجه انا باش نجي نحضر الكولي دو فريز. اول حاجه باش نحط الزبده نخليها تذوب. دونك سخنه الزبده انا باش نجي نحط السكر والفريز هو الفريز فيه ماء نتاعو بطبيعته، اما احنا باش نزيدو نعاونوه بشويه ماء
حطيك شلين يغلي ويتيب بالكدي هكا كيما الكومبوت نتاع الصغار. يكمل هو يغلي من بعد نرحيوه. توا نورمالمون هذا مخذيو وجه سي بون باش نقلبوهم على الوجه الاخر. يكملوا ياخذوا وجه الاخر. يتيب الكولي دو فريز نرحيوه ونعطيو للصغيرات ياكلوا. هكا هو نورمالمون كملنا البريباراسيون. دونك نتقابلوا شويه اخر على الطاوله. أنا كملت دبرت اليوم البولونيز البروسكيتا وزيد معنا وزيد عملنا معاهم لجاليت وإلا كيما يقولوا هما في المغرب الحرشة وكيما نقولوا احنا في تونس القرص. عملتهم سبيسيالمون للباني متاع الصغيرات. دونك أنا ما بقالي كان باش نقول لكم شيء طيبة. نتلاقاو غدوة نفس الوقت هذا على نسمة في دبارة جديدة. هيا في لمان. مساهمة